للمزيد ينضم إلينا هاتفيا حسام عيد الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا أستاذ حسام، قراءتك للاتفاقيات التي وقعتها مصر اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا بعد الاهتمام الدولي الكبير بقضية تغيير المناخ والحضور الدولي الكبير في المؤتمرات الخاصة بقضية تغيير المناخ كوب 28 وكوب 27 بجمهورية مصر العربية الذي أقيم العام قبل الماضي بمدينة شرم الشيخ، ده إلى أن هناك اهتمام كبير دولي كبير من قبل الدول العالمية دول العالم بصفة عامة بقضية تغيير المناخ وما يعقبها من ردود فعل على الاقتصاد العالمي، وكان هناك بعض المحفزات التي قد تتيح زيادة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وانخفاض الانبعاثات الكربونية لأغلب الصناعات المضرة بالبيئة لتجنب أو تخفيف أثر تغيير المناخ على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وأكدت مصر اهتمامها البالغ الكبير على الاهتمام بالتوسع في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وده كان بيؤكده أيضا الاتفاقات التي تمت 7 اتفاقيات مع كبرى المطورين بقيمة 40 مليار دولار على مدار 10 سنوات المقبلة. ده بيؤكد على اهتمام مصر أو تحول مصر إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، وده هيكون ليه مردود إيجابي على الاقتصاد المصري أيضا بعد الاتجاه أو الاهتمام الكبير. صحيح، هذا هو السؤال أستاذ حسام. رئيس الوزراء أكد عقب توقيع اتفاقية الاستثمار المباشر لتنمية رأس الحكمة أن الحكومة بصدد توقيع اتفاقيات مماثلة، ها نحن نشهدها، هذه الاتفاقيات 40 مليار دولار. كيف من الممكن أن تساهم هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو ربما بشكل أو بأشكال غير مباشرة على فترات مختلفة؟ خلينا نتفق ان بطل المرحله او السبيل الوحيد للخروج من الازمه الاقتصاديه العالميه او تخفيف حدتها على الاقتصاد المصري هو التوسع في الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة وزيادة الناتج القومي الإجمالي المصري. وجاءت هذه الاهتمامات أو هذه الاتفاقيات التجارية وهذه الصفقات أيضا الخاصة بالاستثمار المباشر بعد تنفيذ أو الإعلان عن تنفيذ شراكة كبرى مع الجانب الإماراتي بأكثر من 35 مليار. ده اللي بيؤكد ان وجود انفراجه كبيره جدا على الاقتصاد المصري، وسوف تدفع هذه الصفقات. نعم. هذا النوع من هذه الصفقات سوف تدفع مؤشرات الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات النمو المرجوه منه. صحيح استاذ حسام، من قبل المؤسسات. نعم. الدوليه زي صندوق النقد الدولي وزي البنك الدولي. صحيح. اعتقد ان هيكون يعني هي مؤشرات ومبشرات ننتظرها جميعا تعود على المواطن المصري من خلال هذه الاستثمارات وهذه الارقام التي تحمل الكثير من الرسائل والدلالات. استاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.